يبدو أن الأبواق القطرية سيعلو نواحها حتى موعد كأس الأمم الأفريقية، بعد توجيه مسؤولين مصريين ضربة أشبه بالصفعة لقنوات بي إن سبورتس. مباريات البطولة بالكامل على التلفزيون المصري وبعضها سيبث فضائيا، خبر أعلنه رئيس اتحاد كرة القدم وعضو الفيفا الدائم هاني أبو ريدة، ليضاعف الفرحة في قلوب الشعب المتحمس لمؤازرة المنتخب نحو لقب ثامن، لكنه سيهوي بإيرادات مجموعة القنوات القطرية صانعة الاحتكار، الظاهرة التي سرعان ما تحولت إلى آفة مع غزو مال الحمدين للمحافل الرياضية. يونيو 2019 سيشهد على أنين بي إن سبورتس والمصريون يتأهبون للاحتفال.